السلام عليكم البنات. اليوم نضت بكري، رحت للطبيب، خرجت ما روحتش حتى نقريب ل11، راح شوي الحال، ما درتش شغلي، خرجت بلا ما ندير شغلي. اول حاجه درتها خرجت، كان عندي شويه ركاك، خرجت من الكونجيلاتور، قشرت الخضره وحطيتها باش نقصها باش ندير شخشوخه، شخشوخه سريعه عاديه بدون لحم بدون دجاج، يعني راح نديرها غير بجنبه بالخضر مع هذا الركاك، تجي يعني تجي رايعه رايعه. هنا عفوا، انا نقص الخضر، بعدها نحطها في ماء يغلي ونخليها بعد ما تطيب مليح، ندير لها طماطم وندير لها دوايات تاوعها كامل. وبعدها رحت غسلت الماعن، هنا بديت نغسل الماعن. اول حاجه غسلت الباسين هذه اللي نغسل فيها الماعن، نغسلها قبل كل مره. حطيت الايزيس وحطيت الجافير وبديت نغسل. صراحه قبل ما نخرج مصمصتهم، نحيت لهم، شللتهم، نحيت لهم كامل الاخر، خليتهم نظاف، اسمع غير ندير لهم برك الايزيس والمصمص ونشللهم ونحطهم. هنا برك حبيت نعطيكم فكره البنات، بالنسبه للالومنيوم، كي يكون عندي الالومنيوم ديما نخليه هو الاخير، براس تاع قهوه ولا جميلات ولا اي حاجه نخليهم هما الاخرين، لانه الالومنيوم يطلق هذيك الكحوليه، وهذيك الكحوليه راح تنطبع في الاواني، راح تكحلك الاواني تاعك. غسلت السله مليح، بعدها شللت بلا ما نوري لكم، شللت وخلاص كملت الماعن. هنا رحت بعد ما كملت الغرفه تاعي، رحت الغرفه تاع طفلي، ملاحظه فقط، الدار كانت نظيفه، البارح في الليل كنت سيقتها وخليتها نظيفه، غسلت الدوش وحاجكم التواليت. رحت الغرفه تاع الطفل تاعي، بدلت له الفراش باش نغسله، وجدت الفراش اللي راح نفرشه له، بعدها انفضت وفرشت. انا جبت السله هذه ديما تبعني، نحط فيها القش الموسخ، نحيت الغلاف تاع الزربيه هذه اللي كنت شاركته معكم في القناه الثانيه، وحطيتها باش تتغسل. هنا نشرت الفراش اللي مش راح نغسله، خرجت هذه الكابا فيها ملابس تاع مروان القديمه، راح نغسلها للطفل الجديد. بالنسبه لي سالوني عن النجوم المضيئه، تتباع في الريتاجمول في الطابق الاخير، هي كيما تشوفوا الضوء تاعها راهو مشي قوي، خفيف خلاص ما يقلقش، ولكن تلصق مليح، يعني اذا حبيتي تلصقيها راح تلصقيها بدون ما تنزعيها، لانه اذا نزعتيها راح تنحي لك الصبيغه. حطيت الفراش تاع مروان في الغساله تغسله، شعلتها ورحت. كان عندي قش هنا مغسول نظيف باش نطبقو، كيما تشوفوا الطريقه تاعي انا في طي الملابس، يعني عيني ميزاني، لكن نخرجهم متساويين، راح تشوفوا طريقتي. انا السروال هذا كان خاصو يتحدد، لكن الحديده تاعي للاسف راهي حابسه حاليا، كيما تشوفوا راح نوري لكم انا ندير الطريقه التقليديه تاع طي الملابس، يعني ساعات ندير الطريقه التقليديه ساعات ندير الطريقه الحديثه. هذا المره مؤخرا يعني رجعت نطبق عادي، انا نطبقهم لكن شوفوا يجوني نفس الحجم، يجو نفس الحجم كامل، خاصه اللي تريكو. حاولي يعني تكون ديما عينك ميزانك في الحجم تاع الملابس، تعرفي كيفاش تطوي. بالنسبه لهذا النوع من تريكو نحب نلبسه للطفل تاعي في الشتاء، بحكم يحميلو الرقبه تاعو، يحميلو صدرو، لبسولو تحت التريكو الخشين، يعني ماشي غير نستخدمهم في الصيف، نستخدمهم حتى في الشتاء، يحمو لي صدر تاع طفلي. جربت خطره خرجته بلا ما نلبسهولو، صراحه نضربو الهواء، نفضل ديما نلبسهم له من تحت باش هكذا نحميه اكثر. كملت بعد ما طبقت يعني الفراش تاع ولدي، القش تاع ولدي عفوا، حطيته في الخزانه نتاعو. هنا طبقت غير، نعدت لكم غير يعني الملابس تاع الطفل نتاعي، ما نعدت لكمش كامل القش، كان عندي قش مام تاعي. هذه ثاني طريقه منتشره حاليا تاع طي ملابس الداخليه، راح نخليكم مع الصور تشوفوا كيفاش طريقتي في الطي، ويعني وانتظروا قريبا ان شاء الله راح ندير لكم طريقتي في الطي، عندي بزاف افكار راح نديرها في فيديو مستقل ان شاء الله.
كملنا تغدينا، غسلت المعن وجدت الطفل تاعي. هذا كان روتين استثنائي يعني، بحكم اني خرجت ما درتش فيه بزاف امور. راح نشارككم بروتينات قادمة ان شاء الله، انتظروني وما تنساوش لايك.